يولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اهتماما كبيرا وتقديرا دائما لعطاءات كوادرنا الوطنية القادرة على حمل مسؤولية مواصلة العمل الحكومي وتطوير مخرجاته. ويعد برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبرؤية سموه والقائمة على تعزيز عطاءات فريق البحرين والاستثمار في تطوير العنصر البشري البحريني في المجالات كافة. لخلق القيادات الوطنية المؤهلة وتمكينهم من المساهمة في تطوير الأداء الحكومي، يأتي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذي انطلق برؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرفع مستوى الكوادر الوطنية والتي تشكل الركيزة الحقيقية لبناء ورفعة المجتمع ومحركا لاستدامة ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل تسارع التطور التقني وتبني التكنولوجيات الحديثة في المجالات كافة. هذا البرنامج يعكس حرص واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالكوادر الحكومية التي تعمل على تحقيق النجاحات للوطن كجزء الرئيس من فريق البحرين الواحد في مختلف المشاريع لتطوير الأداء الحكومي، بما يحقق النماء والازدهار ويصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في الاستثمار وتنمية العنصر البشري وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق للوطن والمواطن. برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يمضي قدما في تحقيق أهدافه لرفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة مهنيا من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة حول طرق البحث والتحليل والقيادة للتعرف عن قرب على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدد من المسؤولين وصناع القرار في المكتب ومشاركة منتسبي البرنامج في مختلف المشاريع خلال فترة انتدابهم، بما يحقق التطلعات التنموية المرجوة. المواهب والكوادر البحرينية المميزة التي تنعم بها المملكة أضحت من بين أبرز المزايا التنافسية ونقاط التميز التي تنعم بها البحرين، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وقصص النجاح التي شجعت العديد من المستثمرين لاختيار البحرين مقرا لأعمالهم في ظل وجود أرضية خصبة من الطاقات الشبابية الطموحة.